موجودة في ظروف تانية، لكن احنا عندنا التزام، وهي ان احنا طبعا بنلعب على البطولة، بنحاول ان شاء الله نحافظ على البطولة اللي عملناها السنة اللي فاتت، بنحاول طبعا نحقق البطولة تاني، فده التزام. فاكيد اي 3 نقاط طبعا برضو معنويا وفنيا بيبقوا مهمين، لكن انا بيبقى اهم عندي برضو 3 نقاط مهمين جدا. طبعا الاداء مميز برضو، لكن 3 نقاط مهمين في ظروف صعبة برضو. بشكر اللعيبة جدا جدا جدا، كل اللعيبة اللي كانت موجودة هنا واللي كانت موجودة معانا، لأن شايفين مدى الالتزام ومدى الرغبة في تحقيق الهدف وبشكل كمان إيجابي في الأداء، فده بيبقى بيسعدني كمدرب طبعا، لأن بيبقى في مجهود كبير يتعمل مننا كجهاز فني وجهاز إداري ولاعبين. فلازم اشكر اللاعبين، لان التملي بقول احنا بننظم وبنجتهد وبنشتغل وبنحضر اللعيبه فنيا ومعنويا وذهنيا، لكن هم اللي بيأدوا، فبالتالي لازم اشكرهم واحييهم على الفوز والاداء. يعني الله يبارك فيك. أنا متوقع السؤال ده، أنا لازم يعني أول واحد أنت. طبعا أنا بقول كل اللعيبة أدت بشكل مميز النهاردة طبعا، ويمكن برضو التغييرات تمت بناء على بعض الأحداث أو السيناريو بتاع المباراة، وال يعني علي معلول وأيمن أشرف، وبالتالي برضو بنبقى محضرين نفسنا لأي حاجة، وشفنا الإحلال واللي احنا عملناه في الملعب طبعا على أساس نتعامل مع يعني مش اصابات، هي اجهاد طبعا، لان الاثنين الحمد لله هم كرام، ما يعني ان شاء الله ما فيش اي اصابه عضليه، لكن هم كرام بنتيجه الاجهاد وتوالي المباريات. فالتغييرات كان بناء على كده، وفي نفس الوقت برضو مع المباراه، لان التغييرات ما بتبقاش مجرد ان انا بغير عشان لعيب، لكن برضو تفكيري في المباراه والفوز في المباراه والمحافظه على الفوز، كل التغييرات بتتم بناء على المعايير دي. بالنسبه لصلاح محسن، هو موجود، الظروف ما سمحتش ان هو يشارك النهارده، هيشارك وقت ما اشوف انا ان شاء الله انه حقيقي. الله يبارك فيك. الله لا ممكن كده وممكن كده، وانا مش هقول لك يعني خلينا في المباراه، مش هقول لك هيشاركوا، هنبتدي بقى نشغل نفسنا للاربع لعيبه وهيشاركوا امتى، ونعيد برضو الكلام ده، هيشاركوا ان شاء الله، هيشاركوا ان شاء الله حسب وجهه نظرنا احنا والتوقيت ان شاء الله. وصلاح كان موجود النهارده، كان ممكن يشارك، والتانيين ان شاء الله ومشاركين، علي لطفي موجود، ومحمد شريف تشارك في مباراه الودية اللي كانت في السعودية، يعني هيشاركوا إن شاء الله. شكرا. هم ليهم حق بصراحة كابتن حسام، يعني ما شاء الله لعيبة عندك كتير جدا. أنا متهيألي كابتن